انا من السليانه. من ولايه سليانه؟ اي من برا دوله سليانه. وبيك علاش اخترت الحمامات بالذات؟ الحمامات قريبه لي وباهيه و يجوها من معناها من اوروبا ومن فما بالك واحد معناها بلاده قريبه له كيما كي علاش ما يجيهاش؟ هذاك علاش اخترت الحمامات. هي الحمامات وجهه سياحيه قويه برشا. السنه يظهر لي فرصه التوانسه باش يتمتعوا ببلادهم. سي بون يعطيك صح، فرصه التوانسه السنه باش يتمتعوا ببلادهم. فرصة التوانسة باش تمتعوا ببلادهم باش يدعموا السياحة نتاعنا باش معناها يحركوا شوية الاقتصاد نتاع البلاد ويحاولوا يعاونوا باش يرجعوا البلاد يرجعوا الدولاء الدورة الاقتصادية شوية ويرجعوا الدولاء. كيفاش لقيت الحمامات المرة هذه في الصيف هذا نتاع 2020؟ والله باهية باهية جوها باهي تلقى راحتك تلقى معناها وين تمشي تلقى راحتك ما فماش شكل نقولوا نحن كالمنافسه اللي كانت موجوده قبل مثلا التونسي تلقاه معناها ما يلقاش راحه ولا حاجه اجانب او تزيريه وكذا سنة وين تمشي تلقى راحتك. قد ايه عندك في حمامات؟ اليوم عندي 5 ايام انا جيت على الجمعه ما يمكن هيرين اخرين تكملها. كاين هاي 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 كاين اكيد حطيت ميزانيه للفاكونس هذه مع العائله جيت اكيد. اي اي مع العائله مع العائله. وانت مروح لسليانه ان شاء الله ربي يوصلك بالسالم عندك مصروف جديد قدم عليه؟ مصروف عيد اي قاري له حسابه ولا نورمالمون؟ نورمالمون نورمالمون عاد انتم سليانه العلوش بلادها غادي نورمالمون اي يرفع وكيحكوا على الصوم ما حس ما سمعت قالوا له طايح الصوم ما نعرفش هيك ومش نوري نقص في حكايه العلوش مثلا ما كانش باش ناخذ علوش مثلا كيما كنت ناخذ قبل مثلا باش نطيح في الصوم تاع العلوش على اساس هكا عملنا التفريده هذه نتاع شز بعضها الحكايه يعني تاخذ بسوم معقول اللي تقدر عليه باش تنجم تفرهيدة وعيد وجو هذاك تحافظ على وتحافظ على ميزانيه العائله وتحافظ على كل شيء هذاك شنو البرنامج. التونسي سنا قادر انه يصيف انه يعمل ويكاند والا ان سيجور في اوتيل ولا يكري دار موبلي ينجم بصعوبه ومش التونسي الكل بون يمكن دوبل سالير يمكن اللي عنده شهريته وعنده الرسورس اما شهريه واحده ولا رسورس واحده سيب برشا برشا. كي تخرج مع العائله مثلا الحمامات بلاصه جديده الاولاد ما تكثرش طلباتهم؟ يبدو يطلبوا هكا انت تحاول عاد كيفاش يا تلبي وتحاول تتصرف وكا وما هم مش يطلبوا الاولاد مش يطلبوا عاده الصغير كي راه اي حاجه با ناخذ هذه با جيب لي هذه با نحب هذه اي كاكي اي يحب كاكي اما انت يلزمك تعرف كيفاش تسيطر شويه على الواحد تتصرف مع اولادك تتصرف معناها ما تحرمهمش وتحاول تقنع حتى كي ما تبذرش وحتى كي باش تقضي له قضيه ولا باش تاخذ له حاجه تحاول تقنعه معناها بال يتقنع الصغير تحاول تقنعه يتقنع سي بيان انه الوالدين يهزوا ولادهم فاكونس ويغرسوا فيهم السياحه الداخليه ويعرفوهم ببلايص كما مره هذه حمامات مره جايه سوسه المره الاخرى جايه المره اللي بعدها جربه فرصه توزر سياحه صحراويه عندنا سياحه باهي معناها فرصه انه التونسي يكتشف بلاده على الاقل بالطبيعه هي فرصه انه التونسي يكتشف بلاده فرصه انك تهز صغيراتك فرصه انك تربيهم كما كنت تحكي انت على السياحه الداخليه انه يمشي يعرف يشوف كذا انه يخمم معناها في النهار هذايا من عام كامل يبدا مثلا يجمل له ويبدا يخمم فيه يبرمج له باهيه لا باهيه انا كثقافه ك حكايه حكايه باهيه معناها سليانه فيها مناطق جميله فيها كسرة مثلا كسرة عندنا جبل السرج فيها مناطق اثريه منابع مياه الذهب هذيك نتاع الواحد عندنا برشا بلايص بون ماشي نتاع السيف السيف الصغار يحبوا البحر ويحبوا فهمت مش نتاع السيف صحيح معناها سياحه جبليه سياحه بيئيه فيها مناطق ساعين ذهب معناها تعرف اللي معناها مصنفه معناها من ترتيب الثالث معناها من في العالم الثاني في العالم ولا عين الذهب هذه اللي يحكيوا عليها تعطينا عليها فكره علاش سميت عين الذهب؟ والله فيها بون ما عنديش عليها فكره كبيره برشا لانه على حسب ما سمعت فيها معناها كومبليكي برشا الحكايه انك باش تمشي تعمل طله وتدخل وتشوف فما لباس معناها خاص وفما معناها فهمتها بالطبيعه هي شنو ما عرفش انا فيها كل النيازك فيها كل معناها حاجه
خيالي. منظر اي معناها نتاع جيولوجيا باش يفهمها الحكايه وباش يفسرها، فما انسان عادي بصراحه ما ينجمش يتحدث فيه الموضوع لانه الدوله تحسها مقصره في حق المكان هذاك واستقطابه سياحيا ويستثمروه. بالطبيعه 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 مقصره نورمال مقصره. رحنا تو عندنا غاديك في سليانه مثلا عندنا جبل كما كنت نحكي لك محميه، عندنا محميه نتاع برق وذي اللي بون تو الدوله قاعده تعمل في مجهود، قاعده تجيب في حاجات مثلا كاك اللي ما عادتش موجوده. ما عرفش اخر مره حكيت الغزال ولا حاجه كما هكا، ما عرفش جابوهم غاديك الجبل وسيبوهم واحد قاعدين، معناها قاعد تعمل محميه، قاعده في محميه معناها باش الحاجات اللي تفقدت قاعده ترجع فيها الدوله، والمناطق هذيك تستحق انها يقع دعمها وخاصة توبة عند راهم مثلا. تقول انت عند راهم، عند راهم مثلا وقتاش تفكروا يتفكروها في الشتاء في الثلج في كذا تبرق مكثر كسر بلايص هذه كلها معناها سيزونيه في الشتاء في